السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية. في الوقت الذي لا زالت تتوالى فيه ردود الأفعال من المدن والمناطق الرافضة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر بقوانين معيبة تسمح للمجرمين والمطلوبين للعدالة بالترشح لرئاسة ليبيا وبدون أي قاعدة دستورية متوافق عليها، ما يعني صلاحيات رئاسية مطلقة وعودة لمربع الدكتاتورية التي رزخت تحته ليبيا لأكثر من 4 عقود. وآخر هذه الردود هو موقف مدينة صبراتة الذي تمثل في بيانات، أحدها من مجلس الأعيان والحكماء، وبيان آخر من ثوار المدينة ومؤسسات المجتمع المدني فيها، أجمعت على رفض قوانين الانتخابات الحالية. في هذا الوقت لا زالت المفوضية تستقبل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، فبعد تقدم سيف القذافي بأوراق ترشحه في أول ظهور علني له أول أمس منذ اختفائه لسنوات، الأمر الذي صعد موجات الرفض والاحتجاج، ها هو اليوم مجرم الحرب حفتر يعلن ترشحه للرئاسة بعد أن عجز عن الوصول إليها بصناديق الذخيرة التي أمطرها على الأبرياء والآمنين وعلى جماجم وأشلاء الليبيين، يحاول اليوم أن يصل إليها عبر صناديق الاقتراع وفق قوانين مفصلة على مقاسه. ورغم ذلك يزعم في إعلان ترشحه أنه يترشح للرئاسة ليس طلبا في السلطة. نتابع في تغطيتنا هذه تطورات المشهد الليبي ومساره نحو انتخابات ديسمبر القادم، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. ما زالت ردود الفعل تتوالى رفضاً لإجراء أي انتخابات يشارك فيها من أوغلوا في دماء الليبيين قتلاً وتهجيراً وتنكيلاً، لا سيما بعد إعلان سيف القذافي ترشحه لرئاسة ليبيا، خطوة أثارت حفيظة أهالي وأعيان مدينة الزاوية ليعلنوا رفضهم لجملة من إجراءات المفوضية كان أبرزها قوانين عقيلة صالح المعيبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. توالت البيانات بعد ذلك من مدن سلاتة ومصراتة وزليط وطرابلس وتاجورا وغريان وصرمان، معلنين إقفال مراكز الانتخابات قبل أن تلتحق مدينة صبراتة اليوم لموكب المدن الرافضة لترشح المطلوبين للعدالة وتفعيل الدائرة الدستورية. مواقف هذه المدن شجعت فيما يبدو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ليعلن في كلمة له أمام ملتقى الشباب بطرابلس رفض قوانين الانتخابات ويصفها لأول مرة بالمعيبة. في مقابل ذلك أعلن مجرم الحرب خليفة حفتر ترشحه للرئاسة، مؤكدا في بيان صحفي أنه لا يسعى إلى السلطة، الأمر الذي أثار موجة واسعة من السخرية والاستهزاء. وفي غضون ذلك بدأ صوت جديد يجتاح الشارع الليبي يطالب بتغيير رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات بعد حالة التخبط التي مرت بها المفوضية خلال الأيام والساعات الماضية، إضافة إلى تشبثه بموقفه الساعي لتنظيم الانتخابات بقوانين عقيلة صالح المتعارضة مع نصوص الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، علاوة على حالة التخبط الإعلامي للمفوضية، لعل آخرها البيان الذي نشرته المفوضية على صفحتها الرسمية الموثقة والذي أعلنت فيه رفض ترشح سيف القذافي لتقوم بعد 7 دقائق بحذفه بحجة اختراق صفحتها الرسمية. متابعون للشأن السياسي أكدوا أن هذه الحالة لم تكن الأولى، بل تكرر الأمر مع المفوضية 2 مرات قبلها، حيث نشرت صور سيف القذافي وهو يقدم أوراقه في سبها، وقبلها عندما نشرت شروط الترشح للرئاسة وحذفتها بعد ساعة من إعلانها. فما هو مصير الانتخابات المقبلة؟ وهل فشلت محاولات تمرير الانتخابات وفق قوانين عقيلة صالح وفرضها على الليبيين؟ أسئلة لعل الشارع كفيل بالإجابة عليها، إلا أن أخطر ما في الأمر بحسب مراقبين
يتمثل في فقدان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مصداقيتها أمام طيف واسع من الليبيين. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، ونرحب بضيوفنا الكرام. معي عبر سكايب الدكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية القانون بجامعة نالوت، وأيضا معي عبر الهاتف سيد بلقاسم مكرير، نائب رئيس مجلس حكماء وأعيان صبراتة، وسيلتحق بنا لاحقا إن شاء الله الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام، وكذلك عبر الهاتف محمد سليمان أحد قادة ثوار صبراتة. أرحب بضيوفي الكرام جميعا، ولعلي أبدأ مع نائب رئيس مجلس حكماء وأعيان صبراتة سيد بلقاسم كرير. سيد بلقاسم، يعني اليوم أنتم التحقت ربما المدينة بموكب المدن الرافضة للقوانين التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب لإجراء الانتخابات، القوانين الانتخابية. أصدرتم بيانا أكدتم فيه على خطوات متسلسلة من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية. لو توضح لنا ما جاء في بيانكم أكثر أنتم في مجلس الحكماء والأعيان في صبرات. يا أخي الكريم، الصوت مفاضح راهو نهائيا. ألو سيد بلقاسم كرير. سيد بلقاسم، نعم الصوت مش واضح يا أخي الكريم، أنت تسمعني؟ طيب هل تستمع إلي الآن؟ نعم أنا أستمع إليك. نعم واضح الآن سيد الكريم. طيب سألتك أستاذ بلقاسم كرير عن البيان الذي أصدرتموه، يعني أنتم في مجلس أعيان وحكماء مدينة صبراتة، لو توضح لنا أكثر ما جاء فيه. سيد الكريم، أولا كما جاء في أولا بداية مساء الخير لك ولكل المشاركين في الحلقة ولكل الشعب الليبي الكريم. نحن في مجلس حكماء أعيان صبراتة نتطلع كما يتطلع غيرنا من الشعب الليبي إلى بناء دولة مدنية مستقرة على أسس سليمة وقواعد صحيحة، ونعتقد أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة أو المسار الصحيح الوحيد الذي يمكن أن يحقق هذه الطموحات للشعب الليبي الذي قام بثورته في 17 فبراير. إلا أن يعني قوانين الانتخابات التي صدرت أخيرا عن البرلمان نرى أنها معيبة ومعيبة جدا. لذلك احنا دعينا في بياننا إلى ضرورة مراجعة هذه القوانين بالتوافق بين مجلس الدولة والبرلمان وفقا للاتفاقيات التي يعني صدرت سواء ابتداء من مؤتمر الصخيرات ومؤتمر برلين وغيره من التفاهمات التي حصلت بعد ذلك بخصوص ذات الموضوع، يعني بخصوص الانتخابات. احنا نؤكد كغيرنا من المناطق على ان الانتخابات يعني ضروريه وضروريه جدا للدوله المدنيه. لكن زي ما قلنا بداية معالجة قوانين الانتخاب حتى تفرز لنا انتخابات حرة ونزيهة. ثانيا نرى ضرورة أن يكون الانتخاب انتخاب البرلمان مقدما على أي انتخابات أخرى، ثم يعني الاستفتاء على مسودة الدستور، ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات الرئاسية. واحنا راينا ذلك لان
نجري انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بدون وجود عقد واضح وصريح بين يعني بين الشعب وبين رئيس الدولة، من يتحمل مسؤولية رئاسة الدولة بدون عقد واضح، وهو الذي يجب أن يعني يصار صياغة سليمة في الدستور، يعني تبقى عملية عبثية. لأن احنا يعني كيف سيتعامل هذا الرئيس القادم مع الشعب ووفق أي اتفاقات ووفق أي مدة وأي صلاحيات؟ يعني وعليه قيدنا مسألة انتخابات الرئيس بانتخابات بالاستفتاء على الدستور الذي عقل عند البرلمان، يعني وهو أجازاته هيئة صياغة الدستور منذ أكثر من سنتين، ولكنه ما زال في أدراج البرلمان، وهذه نقطة معيبة تؤخذ على البرلمان حقيقة. ثم رأينا أنه لا بد من تفعيل الدائرة الدستورية حتى يتم التقاضي إليها في أي خلاف أو في أي قانون يصدر بخلاف بخلاف القوانين أو الإعلان الدستوري وغيرها من الاتفاقات التي أبرمت واتفق عليها بين البرلمان وبين مجلس الدولة. هذا يعني خلاصة. نعم واضح. طيب طيب سيد بلقاسم كرير، نعم سيد بلقاسم كرير، سيد بلقاسم كرير، يعني مدينة صبراتة ربما لها رمزية كبيرة يعني بإصدارها لهذه البيانات الرافضة لإجراء الانتخابات وفق القوانين الحالية. عانت هذه المدينة يعني مدة تحت حكم حفتر من خلال سيطرة ميليشياته على هذه المدينة قبل تحريرها. اليوم يترشح حفتر مجددا للرئاسة، كيف تعلقون يعني من منطلق تجربتكم التي عشتموها طيلة فترة سيطرة ميليشيات حفتر على المدينة، كيف تعلقون على ترشح حفتر للانتخابات؟ بداية أنا رأيي الذي سأقوله الآن هو مجرد رأي شخصي ولا يمثل رأي مجلس حكماء وأعيان صبراتة باعتبارها رأي شخصي. يعني أنا شخصيا ضد ترشح خليفة حفتر باعتبار أنه بداية مطلوب للعدالة، والمحكمة ما زالت قائمة على جرائمه في أمريكا وغيرها، يعني هجومه على طرابلس وتدمير المدن والقرى وتهجير الناس وقتل الآلاف، ويعني هذا ثابت دوليا ومحليا. نحن كنا نوصف أو المخالفين للسيد خليفة حفتر حتى في طرابلس كنا نوصف بأننا خوارج للأسف الشديد هنا في صبراتة، ولا أعلم يعني هذا المصطلح يعني كيف تم إلصاقه بنا، وإذا كان الخروج أو صفة الخارجي تنطبق على من لا يذعن لسلطة الدولة، فأول خارجي هو السيد خليفة حفتر باعتباره خرج على الملك في أثناء ما يسمى بثورة سبتمبر، ثم خرج على القذافي في أثناء ثورة 17 فبراير إن صح هذا الخروج، يعني وإن كان إذا كان شارك هو فعلا بنية إسقاط نظام القذافي. ثم خرج على الإعلان الدستوري وعلى سلطة المؤتمر الوطني الدستوري يعني يعتبر معطلا وكذا، فهو يعني هو الخارج الأول حقيقة إذا جينا لكن يعني نحن نريد حقيقة أن نلم الصفوف ونبني ليبيا، ويعني نحاول قدر الإمكان استيعاب طيب. ما يمكن. نعم سيد بلقاسم كرير، من 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 كل مناطق واضح ليبيا واضح سيد بلقاسم كرير، عدا نعم. من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين أيديهم بالدماء. نعم واضح. شكرا لك سيد بلقاسم كرير نائب رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة صبراتة، نشكرك جزيل الشكر.
وأعود مشاهدينا الكرام للترحيب بضيفي هنا في الاستوديو أستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر العام. مرحبا بك أستاذ محمد، التحقت بنا قبل قليل. أتحول إلى ضيفي دكتور إلياس الباروني عبر سكايب. دكتور إلياس، مواقف شعبية متتالية ومتوالية من مؤسسات رسمية وأهلية أيضا ومن ثوار رافضة لإجراء هذه الانتخابات، آخرها اليوم البيانات الصادرة في مدينة صبراتة، كيف تتابع يعني هذه المواقف الشعبية ودلالاتها؟ نعم عبد الرحمن، أحييك وأحيي أي ضيوفك الكرام. اليوم اكتملت الصورة، خروج سيف القذافي وأيضا خروج خليفة حفتر، هذين المجرمين الذين أجرموا بحق الشعب الليبي، وأيضا اكتملت الصورة أيضا بخروج مدينة صبراتة الأبية في غرب الليبي وانضمامها إلى بقية المدن برفضها هذه الانتخابات، وأيضا المبنية على أسس غير قانونية وغير شرعية، والتي أيضا لم تنبثق من إرادة الشعب الليبي الذي يريد فعلا انتخابات مبنية على أسس دستورية، ومبنية أيضا حتى لو كان هناك قاعدتين قانونيتين ينبغي أن يكون وفق الاتفاق المبني عليه، سواء كان اتفاق صغيرات وأيضا ما لحقهما من اتفاق جنيف وتونس. هذين القانونين سمحا إلى حفتر وأيضا سيف القذافي بالترشح، أي بمعنى قام البرلمان بتفصيل وخيط وقص هذين القرنين لهذين الشخصين، وبالتالي أيضا خروج أيضا سيف القذافي وأعلانه بأن الشعب الليبي كافر، ولحق به بأن الشعب الليبي يعتبر جردان، وأمس يقول بأن الشعب الليبي كافر، وأيضا لحق اليوم بنا خليفة حفتر وهو يقول أنا لست مطالب بالسلطة. هذا يثبت بأن هذا الشخص، أنت تقصد عندما استشهد خطأ بالآية وقال ولو كره الكافرون، هذا ما تقصده؟ نعم، لو كره الكافرون، نحن الكافرون أصبحنا هنا يعني رافدين له، يعني وصفنا بالكافرين. أيضا خليفة حفتر قال أنه غير بالسلطة، هذا يدل على أنه مريض نفسي يحتاج إلى من ضمن الشروط الانتخاب الرئاسة هو خضوع المترشح إلى كشف طبي. إذن هنا يثبت صراحة بأن خليفة حفتر مريض نفسي يحتاج إلى علاج نفسي، ناهيك عن الجرائم التي ارتكبت في السابق. الآن ليبيا منعطف دقيق وخطير للغاية، ينبغي الآن لمس ليبي بالنخبة السياسية والقانونية والاجتماعية كامل جواها للخروج فعلا يد واحدة، وأن يكون لهم موقف مشرف، خاصة هنا النخبة السياسية. أين النخبة السياسية المتخصصة؟ هنا أعني المتخصصة في المجال السياسي، في المجال الدستوري، في مجال حقوق الإنسان. الآن دورهم في هذه العملية، كان هناك إجرام مدينة 11 سنة. الآن الشعب الليبي يعاني من إجرام القذافي، يعاني أيضا من إجرام سيف القذافي، يعاني أيضا من الجرائم ارتكبت من قبل خليفة حفتر. أين مواقف النخب المتخصصة في هذا المجال؟ ناهيك الآن على الشعب الليبي، الآن ينبغي الخروج إلى الميادين. يوم الجمعة القادمة ينبغي أن يكون هناك صوت واحد، وهو الرفض للانتخابات المبنية على قوانين غير شرعية وقوانين فصلت بتولي مجرمين على سدة الحكم. نعم، واضح دكتور إلياس الباروني. أرحب بضيفي محمد سليمان عبر الهاتف، أحد قادة ثوار صبراتة. أرحب بك سيد محمد سليمان. سيد محمد، اليوم أيضا ثوار صبراتة ومؤسسات المجتمع المدني كان لديهم بيان يعني من 4 نقاط تقريبا، رفضوا فيه أو طالبوا فيه بإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قاعدة دستورية، ورفضوا ترشح سيف القذافي وكذلك
مجرم الحرب حفتر، وحمل المفوضية المسؤولية التامة عما قد يؤول إليه الأوضاع في البلاد. لو توضح لنا سيد محمد سليمان، أنتم في صبراتة كثوار وكمؤسسات للمجتمع المدني، حقيقة يعني موقفكم أكثر. أولا السلام عليكم، تحية لك أخي الرحمن، وتحية لإذاعة التناصح الطويل، تحية للضيوف الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير. أخي عبد الرحمن، ألو سيد محمد سليمان. أيوة نعم. أخي عبد الرحمن، أصير نعم، هل تستمع لي أستاذ محمد؟ في تردد في الصوت عبد الرحمن. طيب يعني نعم، أرجو أن تتابع يعني قليلا حتى يتم معالجة هذا الخلل. نعم نعم، على طول إن شاء الله. طيب سنعود إليك أستاذ محمد سليمان، سنعيد الاتصال بك إن شاء الله بعد إصلاح الخلل. إلى ذلك الحين أعود إلى ضيفي، أو أتحول إلى ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني العام. إذن بعد مدن مسلاتة والخمس وزليتن ومصراتة وطرابلس، اليوم تنضم كذلك مدينة صبراتة التي عانت فترة من احتلال ميليشيات حفتر وتسلطها على هذه المدينة، لرفض ترشح حفتر للرئاسة ولقوانين الانتخابات الحالية. كيف ترصد ردود الأفعال هذه والتي وصلت إلى إغلاق مراكز الاقتراع في هذه المدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أرصد هذه الردود الأفعال بإعجاب الحقيقة وبإكبار من هؤلاء الثوار الذين فهموا اللعبة السياسية، لم تنطلي عليهم أكذوبة الانتخابات وكلمة الشعب وكلمة للصوت والترهات الزايدة التي لا تعني شيئاً الخلية من المضمون. هذه تحتاج إلى توضيح أعتقد. نعم. كيف صارت الانتخابات يعني ترهات؟ الترهات في وفقاً للقوانين التي صدرت بها يعني. هذه قوانين فصلت تفصيلا على ليتمكن حفتر من الترشح. في العالم كله ما فيش عسكري يتقدم للترشح، ما فيش يعني هذه حاجه يعني لم تحصل في التاريخ العالم. عند جيش يتبعه وجنود واتباع، وهم في العالم حتى العسكريين ليس لهم حق التصويت ايضا، مش غير لانهم مامورون، هؤلاء يسيرون بالأوامر، ويخشى أن تؤثر فيهم سلطة من السلطات العليا ليتجهوا اتجاها آخر، وليكون القول في الانتخابات للمواطن الحر الذي يعني ليس عليه أي ضغط من الضغوط. الثوار فهموا أن هذه الانتخابات ستكون صورية ولن تكون انتخابات حقيقية ولا شفافة ولا نزيهة. هذا حفتر يسيطر على ثلاثة أرباع البلاد، ولا يمكن أن يكون هناك مركز انتخابي يخرج نتيجة مضادة لحفتر في ظل سلطان حفتر. هذه لا يمكن، لأن الرجل هذا أثبت أنه لا يحترم المنتخبين. مصير سرقيوة في بنغازي واضح انه هو لا يقيم وزنا للانتخابات ولا لصوت الناخبين ولا لممثلي الشعب. وما فعله مع الهيئه التاسيسيه يوم تصويتها على مشروع الدستور، عندما حاول ان يدركهم ليمنعهم من التصويت، ثم حبس البقيه التي ادركها، لانهم جزء منهم خرج، وربي نجى مشروع الدستور من عندما ضغط عليهم وحبسهم حتى يصدر رئيس الهيئة دعوة في اليوم التالي للانعقاد مرة أخرى ليعيد التصويت، باش يرفضوه يعني وفقا لتعليماته أو رغباته. ولكن طبعا يعني كان رئيس الهيئة التأسيسية ذكيا أعطاه هذا موضوع الدعوة، ومعروف أن هي مش هستجاب لها، وإلى اليوم لم يستجاب لهذه الدعوة لإعادة التصويت. فبالتالي حفتر
وبعدين اليوم في 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 كلمته يقول يعني مش رغبة في السلطة. طيب سنعود إلى كلمة حفتر، لكن أريد فقط المواقف الشعبية الآن نركز عليها قليلا في هذا الجزء من الحلقة. هذه المواقف انتقدت من بعض الأطراف الداعمة للانتخابات باعتبارها أنه هو إيقاف أو عرقلة لعملية انتخابية وهي جزء من عملية ديمقراطية، وأنتم من صدعتم رؤوسنا بشعارات الدولة المدنية والديمقراطية والانتخابات. اليوم أنتم تغلقون وتقفلون وتؤيدون إقفال مراكز الانتخابات، بينما من تصفون بحكم العسكر هو من يؤمن مراكز المفوضية. ما قامت ثورة فبراير إلا لانتزاع حق الانتخاب. نحن حرمنا طيلة عهد القدافي من الانتخابات ومن قول كلمتنا في من يدير شأننا العام. هذا هدف رئيسي، لكنه لا يأتي بال 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 بالأساليب هذه. هذا قانون أصلا باطل، هو اصلا هو لم يصدر عن مجلس النواب، صدر عن عقيله و40 او 30 او 35 من اعضاء في الوقت اللي يجب فيه قوانين الانتخابات تصدر ب 120 صوت. ثاني حاجه، وفقا للاتفاق السياسي هذا القانون يجب ان يكون بالتوافق مع المجلس الاعلى للدوله دون. اذا هو اجراء مادي باطل معدوم ليس له وجود، هذا القانون ليس له وجود، لا نعترف به. أقول لثوارنا الذين يرفضون، ليس هناك قانون لانتخابات البرلمان أو انتخابات الرئيس، هذا قانون معدوم، هذا عمل مادي يجوز لكم أن تتجاهلوه ولا بأحكام القانون، بأحكام المحكمة العليا. الحكم المعدوم والإجراء المعدوم والقرار المعدوم والقانون المعدوم يعتبر عمل مادي وليس تصرف قانوني يحتاج إلى إبطال من القضاء. هذا عمل معدوم واضح، ما فيش أي وجود. هل يبيح لهم القانون أن يغلقوا مراكز ويمنعوا هذه الانتخابات من الحصول في دوائرهم؟ طبعا، لأن إذا كان المفوضية تتجاهل هذه الأحكام القانونية الواضحة والساطعة ماذا نفعل؟ يعني نعطيهم سكينا ليذبحون به ليوصلوا حفتر بانتخابات مزوره؟ من يستطيع ان يواجه حفتر في المناطق التي في 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 المناطق التي يسيطر عليها؟ من يستطيع ان يواجهه؟ هل يمكن لاي مرشح ان يعمل دعايه ضده؟ وحتى لو افترضنا انه سيقدم شخص مثل حمدين صباحي للسيسي في انتخابات السيسي، سيكون هناك يعني غطاء او محلل، هذا زي المحلل نتاع المطلقه ثلاثا، سيكون مثل المحلل فقط، ليس له يعني لا يجيز ولا يبيح ولا يحل هذه الانتخابات لحفتر ولا لغير حفتر. هذه الانتخابات او الاجراءات التي بنيت عليها، القوانين التي بنيت عليها معدومه. ثاني حاجه، ليس هناك قاعده دستوريه، الرئيس الذي ينتخب ما الذي سيطبقه علينا من دستور؟ ما هي حقوقنا نحوه وما هي واجباته نحونا؟ ما يعني لا توجد قاعدة. يعني يحكمني بطريقة صدام حفتر ويمشي ينظف المجاري، مصرف ليبيا المركزي، دون ما فيش أي قاعدة. إنك أنت بتنصب عليا دكتاتور مطلق الصلاحية. هذه الخطوة من قبل الثوار أو من قبل مجالس الأعيان والحكماء شرعية وقانونية البلدية. شرعية وقانونية وبمقتضى القانون، مش غير بمجرد الشرعية الثورية. هذا كلام مهم، يعني بمقتضى القانون، بمقتضى القوانين السارية وراجعوا أحكام المحكمة. يعني هذه جريمة يجب إيقافها طبعا. ما سيحصل طبعا، هذه جريمة. وهذا يعني تزوير. أقصد العملية التي تقوم بها المفوضية اليوم هي جريمة، محاولة لتنصيب مجرم على البلاد. هذا وصفها بأنها جريمة يعني يحتاج إلى تدقيق، يعني أنا لا يعني لكن على الأقل مخالف للقانون، لكن هو مخالف للقانون. مخالف للقانون، وتريد أن تفرض علينا شيئا يعني نتيجته واضحة. يعني الشعب الليبي ما قام إلا للانتخابات، نحن لسنا ضد مبدأ الانتخابات. كل البيانات تقول أن نحن مع الانتخابات. كل البيانات واعية لمسألة وأهمية إقرار مبدأ الانتخابات. ولكن الانتخابات مش أي انتخابات. وحتى السيسي يدير في انتخابات. طيب. وبشار الأسد يدير في انتخابات. هل العالم اعترف لهؤلاء بشرعية هذه الانتخابات؟ هذه ليست انتخابات شرعية. دكتور إلياس الباروني، يعني بالحديث عن إعلان سيف القذافي الترشح ثم تلاه يعني حفتر، أنتم تقولون بأن هذه الانتخابات مفصلة على حفتر
وعلى أشخاص يعني محددين ونتيجتها ربما يعني محسومة. ولكن يعني إذا ما ترشح سيف وترشح حفتر وترشح عقيلة صالح، يعني ألا يفتت هذه يعني ترشح هؤلاء أصوات يعني أنصارهم، وبالتالي الخوف والتخوف من وصولهم فعلا إلى السلطة ربما هو مبالغ فيه؟ بداية اسمح لي قليلا أن أحيي من خلالك أستاذ محمد مرغم حقيقة يعني هذا الوجه البشوش الذي طالما أن يذكرنا بالمؤتمر العام الذي اقتمد ضد مؤامرة حقيقية. حياك الله يا أخي. نعم، وأحييه وأحيي أيضا أعضاء المؤتمر العام الذين أصروا على نجاح ثورة فبراير، ولكن للأسف تآمروا عليه وأخرجوا لنا برلمانا معيق ومعيب. أما فيما يتعلق بسؤالك أخي عبد الرحمن، هنا عندما في السابق أشرنا بأن الحوار لا يمكن الحوار عقلي، أجرم وقتل وسفك الدماء وسرق الأموال وهجر الليبيين. للأسف وبعض الليبيين يصفوننا بأننا تيار تعزيم ويطالبون بالجلوس مع هذا المجرم، وقلنا لهم بالحرف الواحد، خلينا نكلمكم بالليبي، وقلنا لهم تراه مع يبدو أن لدينا إشكالية في الصوت مع دكتور إلياس الباروني كذلك يعني عبر سكايب، لا أدري إن كان يستمع إلي دكتور إلياس. أسمعك نعم جيد. أنا أعيد الكلام. أنا نعم، هناك تقطع في الصوت فقط. أشرنا في السابق بأن الجلوس والحوار مع خليفة حفتر يعتبر جريمة في حق الشعب الليبي. كيف تطالبوننا بالجلوس مع مجرم قتل وسفك وسرق الأموال الليبية وهجر، ورأيتم بأم عينكم ما حدث في مدينة طرابلس في 2019 و2020، وفي نفس الوقت قلنا لهم بأن الجلوس مع هذا الشخص راهو تتقاسموا معه في السلطة، راهو أنت بيجيكم وقت بيرشحوا حل الرئاسة. هذا نتيجة اليوم يقدم نفسك كرئيس للدولة الليبية. وفي السابق يقول أنا جئت لتكوين جيش والقضاء على الإرهاب، لا يريد الانتخابات بل يريد إجبار وسلب السلطة بالقوة، واليوم يقول أنا ما نبيش السلطة. ماذا يريد؟ في نفس الوقت البرلمان أقام قوانين معيبة ومشينة ومفصلة على حفتر وأيضا على سيف القذافي. هاليوم الشعب الليبي تعرف 2011 ضد الغبن والاستبداد والقهر والظلم والغبن، اليوم يجينا سيف ومرتد باب أبيه وبلعته ويقول على الشعب الليبي كافرون، أطلق علينا كافرون اليوم خاطر احنا لما نرضاش بيه احنا كافرون. بالتالي على الشعب الليبي اليوم ينبغي الخروج ضد هذا السفاك سيف القذافي وكذلك حفتر، وفي نفس الوقت لا يستنى من المجتمع الدولي لا أمريكا ولا فرنسا ولا غيرها، لأن هؤلاء الدول تريد استمرار الأزمة الليبية، تريد أيضا تقسيم ليبيا. هل تعلم أخي عبد الرحمن وأستاذ محمد مرغم وأيضا المشاركون السابقون بأن حفتر الآن في الشرق وسيف في الجنوب والآن عندنا رئيس في الغرب؟ تعشم معناها هذه معناها الآن مقسمة ليبيا، ما زال انه يعنوا دولة برقة ودولة فزان ودولة طرابلس على عينك يا تاجر. الآن من خلالك أستاذ عبد الرحمن ومن خلال قناتكم المواقع التناصح، لا حل لليبيا إلا العودة للدستورية الملكية، للعودة إلى دستور سنة 51 المعدل في 63. نحتاج إلى نظام ملكي دستوري، وعندنا سمو الأمير حي يرزق محمد إدريس السنوسي محمد، وهذا الشخص أو سمو الأمير يرجع إلى ليبيا
وتعود الأمانة إلى أهلها والشعب الليبي ينتخب الرئيس والحكومة وينتخب برلمان. نحتاج إلى دستور ونحتاج إلى سيادة وتمثل في ملك الدريس السنوسي، وننتهي من هذه المهزلة وننهي من التدخلات الدولية. برليز 1 برليز 2 برليز 3 برلين 1 2 3، والأمر الآن استنزاف الشعب الليبي. نعم دكتور الياس باروني، يعني اتضحت الفكره او وصلت. استاذ محمد مرغم، يعني لا ادري ان كان لديك تعليق خاصه على المقترح الذي تفضل به دكتور الياس الباروني بالعوده الى الدستوريه الملكيه، لكن يعني أنا أريد أن أسألك عن إعلان حفتر للترشح، يعني بعد أن كان يقول بأن في تصريحات صحفية له أن ليبيا ليست جاهزة الآن للديمقراطية، في إعلان ترشحه اليوم يقول بأن خضوعا لقواعد الديمقراطية يعلن ترشحه وليس طلبا للسلطة هكذا يقول، وإنما لقيادة الشعب. نعم، وقال بأن ثروات البلاد سوف تكون في أيدي أمينة. كيف تعلق على هذا؟ هي كلمة هو بالنسبة لمقترح الدستورية الملكية الدستورية، أنا يعني أنا مع الشعب، الخيار الشعب الليبي، أنا لست ضدها، يعني وإن كنت يعني أختلف مع الإخوة في أن الشرعية الدستورية الملكية ما زالت مستمرة ومحقة. يعني الشعب يعني أتيحت له كلمة أن يقول كلمة في 2012، وانتخب مؤتمر الوطني العام وفقا للإعلان الدستوري، مما يدل بنسبة عالية جدا أكثر من 60 أو تقريبا 70%، أكثر من ثلثي الشعب الليبي وافق على أن يدخل العملية الانتخابية بناء على الإعلان الدستوري، مما يدل على رضاه. يعني هذا يعني استفتاء ضمني على الإعلان الدستوري. نعم، لكن إذا قرر الشعب الليبي أن تعود الملكية الدستورية، هو المشكلة يعني أعتقد أنها تظل هي نفس المشكلة، لأن الذين يعرقلون مثل الاستفتاء على الدستور أو إجراء انتخابات نزيهة أو سيعرقلون أي خيار للحل. نعم، يعني سواء كان الملكية الدستورية أو غيره، ستوجد عراقيل فنية وعملية في عودة، لأن النظام الملكي هم يظنون أن يعني النظام الملكي شخوصه انتقلوا إلى رحمة الله، الشخوص النظيفة ورجال الدولة. وجود المعرقلين اليوم حفتر وسيف وهذه الميليشيات والمجموعات والدعم الخارجي الذي يعرقل أي حل، بالتأكيد. لكن هو النظام الملكي زي أي نظام آخر وضعه البشر، له عيوبه وله مزاياه، وعنده كثير من المزايا. يعتمد كثيرا على شخصية الملك. نحن يعني نشوفه في نظم ملكية يعني فاسدة ونظم ملكية يعني طيب اسمح لي فقط صالحة. معنا ضيفنا الجاهز الآن محمد سليمان من سبراتة، أحد قادة ثوار سبراتة. مرحبا بك مجددا سيد محمد. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن. عذرا والله، طبعا اتصالات الله غالب، يعني اللي يفيدك اللي مش يفيدك ما تكيدك يقولوا فيها. وبارك الله فيكم وجزاك الله كل خير أخي عبد الرحمن. أي سؤال؟ نعم، نتفهم الظروف والمشاكل الفنية. نعم حياك الله. أنتم أصدرتم بيانا، يعني لو توضح لنا يعني موقف ثوار مدينة سبراتة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني من مسار الانتخابات وهذا المشهد الحاصل اليوم. بارك الله فيك أخي، تحية ليك مرة ثانية. الحقيقة طبعا نحن في الموعد بإذن الله سبحانه وتعالى نتابع الأحداث من كبيرها لصغيرها، ونحن جزء من ليبيا، جزء لا يتجزأ من ليبيا. مدينة صبراتة مدينة عريقة، مدينة ثائرة، مدينة لاقت الويلات من الحكم السابق، وفي الفترة الأخيرة من ميليشيات حفتر اللي هي باسم المداخلة، يعني هجرنا وأحرقت بيوتنا ودمرت سياراتنا وسرقت، ولكن وفي الأخير والحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى أولا وبفضل رجال البركان وثوار سبراتة تم رجوعنا باستسلام آمنين إن شاء الله تعالى. طبعا نحن يا سبحان الله، يعني أنا عجبا لكيف يسوقونا إلى صديق اقتراع في ظلام الشمس. يعني بني آدم تشده وتغمض له عيونه وتحطه في رفه وتقول له برا سير ما تخافش، هل
هل يعقل هذا؟ هل الكلام هذا يعني يستفيق على الأقل؟ مستحيلة مستحيل. كيف أنا تفعني للانتخابات في طريق مظلم ما نعرف شنو فيها أو شنو فيهاش؟ إحنا أهل صبرات إحنا ما ناش ضد الانتخابات وما ناش معرقلين الانتخابات وما ناش ضد الحكومة، لكن الانتخابات النزيهة الشفافة اللي تتم وفق قاعدة دستورية ووفق توافق الليبيين جميعا أخوة متحابين وكل مع بعضنا، هذه إحنا لا يمكن أي عقل يرفض هذه الانتخابات. وكل من يحاول أن يزيف ويستاذ في المية العكرة ويقولوا هذا قليل وهذا لا، هذه أبدا المعرقل اللي لعب بالدستور وغير المواد الدستور واللي خش وطلع في الدستور، هذا هو المعرقل، هذا هو يجب عليها العقوبات الدولية. أما واحد يقول لك يا أخوي أنا تضربهم مثل يا أخي عبد الرحمن اللي هم يحبوه هلبة جزيرة الفرناج، واحد يغمض لك عينك ويقول لك قصة الجزيرة النهار وفي هيك الزحمة اللي تعرف أنت، يا عم يغمض لك عينك ويقول لك قصة الجزيرة، هل القصة أنت قول له قصة قصة وعينك مغمضة؟ مستحيل. كذلك إحنا لا يمكن تجرى انتخابات بطريقة هذه بهذه المهزلة اللي ديرها وليبيا وصبراتها وليبيا كلها ترفض رفضا قاطعا أي يد لطخت بدماء الليبيين، أي مجرم شارك في تهجير الليبيين وفي تعذيبهم وفي قتلهم رفضا قاطعا. لا يمكن رقابنا دونها، رقابنا ودونها الموت، وإحنا دفعنا ثمن غالي وما زال ندفع ثمن غالي في سبيل ليبيا وفي سبيل أن نصل إلى دولة مدنية متحضرة، دولة ذات قانون وذات سيادة، دولة بالدستور المتوافق على جميع الليبيين ودستور وفق القاعدة الدستورية الصحيحة، أما غيرها فلا. نعم أستاذ محمد، يعني أنتم في البيان أيضا حملتم المفوضية العليا للانتخابات المسؤولية التامة فيما يؤول إليه الوضع في البلاد، يعني من خلال قبولها ملفات سيف وحفتر. هل أفهم من كلامك أن المفوضية إذا لم تستجب يعني لهذه المطالب من صبراتة ومن غيرها من المدن قد تلجأون أنتم أيضا لخيار إغلاق وقفل مراكز الانتخابات في صبراتة أسوة بالمدن الأخرى التي أعلنت عن ذلك؟ نعم أخي عبد الرحمن، في مثل يقول لك الشجاع يموت مرة واحدة، أما الجبان فيأتيه الموت كان وما هو بميت، الجبان ما يموتش، أما الشجاع يموت مرة واحدة. أما المفوضية بتاع الانتخابات إذا كانت تلعب بعقوق وبتضحك علينا، لا ما تضحكش علينا، نحن ثوار، نحن تريس البركان، نحن اللي صدينا الطاغية حفتر وأسلام على تخوم طرابلس وعندنا شهداء، نحن نرفض رفض قاطع. اللعبة اللي تلعب فيه المفوضية هذه احنا نحمل مسؤولية، وإذا استمرت في لعبها وفي مهزلتها وفضحك علينا احنا مضطرين آسفين أن نقف صناريخ الاقتراع، نقفلهم ونسكتهم حتى يديرونا قاعدة دستورية ومواد تطبق عليها الليبيين كلها. واحنا دائما نكرر احنا ما نعرف ضد الانتخابات، احنا ضد الانتخابات حينما تكون وفق القاعده الدستوريه وفق القانون المتعرف عليه جميع الليبيين، وان شاء الله ربي كل الليبيين اذا ما فيه الخير والصلاح ولو فلا نامت اعين الجبناء. شكرا لك سيد محمد سليمان أحد قادة ثوار مصراتة، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر. دكتور إلياس الباروني، بالحديث عن المفوضية العليا للانتخابات لا زالت يعني ماضية في إجراءاتها وفي قبول يعني ملفات وأوراق المترشحين رغم كل هذا الاحتجاج ورغم إعلان العديد من المدن الكبرى في ليبيا عن إغلاق مراكز الانتخابات، كيف يعني ترصد موقف المفوضية العليا للانتخابات وإلى أي مدى قد تمضي في تجاهلها لهذه الأصوات؟ هنا حتى نكون واضحا، يعني الآن المفوضية تقول نحن جهة مستقلة ونقبل ملفات الترشح، ولكن بالمقابل على المراكز الانتخابات في البلديات وفي المناطق هي التي سيكون لها موقف حازم وواضح وصريح من هذه الانتخابات، تعلن البلديات بالكامل رفضها لإجراء هذه العمليات أو عملية الانتخابات المزمع عقبها في 24 ديسمبر،
وإعلان واضح وصريح وتقبلها بالشمع الأحمر إجراء قانوني من قبل أو قرار من قبل الناس والجمهورية تخرج دعما للعميد البلدية، أيضا دعم إلى الأعيان والحكماء، أيضا حتى الممثلين إن كان هناك ممثلين نواب داخل هذه البلديات، وكذلك ممثلين للمجلس الأعلى للدولة، وأيضا مأمورين ضبط القضائي ينبغي الخروج معهم لقفل لتنفيذ قفل هذه المراكز في المناطق والبلديات وفق مطالب الناس والجماهير. بالتالي سيكون عمل المفوضية يعني شكل شكلي ووطني تتحمل مسؤوليته فيما بعد. وبالمقابل نطلب المفوضية أنها تقفل، ولكن هي مستمرة في عملها. بالمقابل أيضا ينبغي أن يكون هناك أيضا حتى إجراء واضح وصريح من قبل حكومة الوحدة الوطنية. أمس فعلا السيد عبد الحميد بيبة كان واضحا وصريحا في تصريحه حول الانتخابات ينبغي أن تكون مبنية على قاعدة دستورية. وهذا التصريح جاء متى جاء؟ جاء عندما كانت ورائه أو وراءه دعم شعبي وتصريحات قوية حتى تعطي قوة رئيس الحكومة أن يخرج علينا بالأمس بهذا التصريح القوي. إذن ينبغي أن تكون هناك إرادة شعبية واضحة وصريحة، وفي نفس الوقت تدعم هذه الإجراءات وهذه الأفعال، المظاهرات والمسيرات المعبرة وفق جماهير غفيرة تخرج في الميادين، كافة الميادين، كل الميادين الطبيعية ينبغي أن تخرج جنوبا شرقا غربا، واضح لعدم الاستمرار في هذه المهزلة. نعم واضح دكتور الياس الباروني. نعم واضح دكتور الياس الباروني. أستاذ محمد مرغم، بالحديث عن يعني موقف المفوضية واستمرارها في قبول أوراق المترشحين من بينها سيف وحفتر، الدبيبة رئيس الحكومة أعلن بأن لا يمكن القبول بانتخابات وفقا لقوانين يعني معيبة، هل بإمكان الحكومة إيقاف هذه الانتخابات في حال ما تعنتت المفوضية واستمرت وفقا لهذه القوانين؟ يمكنها طبعا، يمكنها، لأن هي يعني الحكومة هي المسؤولة على تأمين العملية الانتخابية. هل تحتاج إلى شيء من التأييد الشعبي أو الغطاء الشعبي كما أشار دكتور الياس الباروني؟ طبعا البيانات هذه هذا جزء من الغطاء الشعبي، البيانات اللي من المجالس البلدية ومن مجالس الثوار ومجالس الأعيان والحكماء، هذه كلها يعني غطاء شعبي شرعي للحكومة لكي أن هي تسحب حمايتها وتأمينها للانتخابات، تعلن أنها غير قادرة على تأمينها. هي شو بتواجه الشعب؟ هي مهناش حكومة في العالم إذا اعترض الشعب في الشوارع ومنع العملية الانتخابية، يعني كيف سيذهب؟ من يؤيد على افتراض أن هناك فئة من الناس ستذهب إلى الانتخابات؟ يعني لن يذهبوا وهم غير آمنين على أنفسهم ولا هذا شيء. الانتخابات لابد أن يكون هناك يعني جو من الطمأنينة للناخب وللمرشح كي يمارس حقه الانتخابي أو حقه في الترشح ويتصل بناخبيه ويعرض مشروعه. هذه كلها أشياء غير متوفرة في الوقت الحالي وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها حفتر. تستند عليها وقال لك أنا لإيقاف هذه العملية وفقا للقوانين المعيبة كما وصفها رئيس الحكومة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني العام، على تواجدك معنا في الاستوديو في هذه التغطية. كما نشكرك دكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية وعميد جامعة أو عميد كلية القانون بجامعة نالوت، كنت معنا عبر سكايب. ونجدد شكرنا لكل من السيد بلقاسم كرير نائب رئيس مجلس حكماء وعيان صبراتة، وسيد محمد سليمان أحد قادة ثوار مدينة صبراتة، اللذان تداخلا معنا عبر الهاتف. وشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.